كأني نايم في الحلم، فأنا في الحلم كأني قلت في النوم مخروش وإني ما غسلت ملابسي. قلت يا الله أنا تأخرت ما غسلت ملابسي. وأروح لما طريق لما المغسلة وحط ملابسي ولا أشوف الصابون التايد أقول أزرق، أقول غريبة هل يجيب صابون أزرق مو أبيض، وأحط الصابون وأرجع أنا وأرجع لما فراش. بس عندك أرق؟ إيه. طيب خير إن شاء الله، لعل الله يعني يكتب لك العفو والعافية. الصلاة تتأخرها؟ إيه. طيب احرص على صلاتك في وقتها، هذا معناتها مسألة أنك تقوم من النوم وتشوف نفسك ما تقول ملابسك إيش ما غسلتها. إيه. أي ولباس التقوى خير، واللبس إذا كان ما هو نظيف أحيانا يدل على يعني ضعف في مسألة الأمور الدينية. وتقول لون أزرق صابون عادة لغسيل الملابس تنظيف الحال لصلاح الحال الصابون لونه أزرق، احذف حرف الزاي أرق، تعاني من أرق كما هو حالك الحين. صحيح؟ طيب يلا الله يكتب لك العافية، حافظ على صلاتك وقتها وقرأ أذكارك، توكل على ربك وربي بيفتح عليك.